بغض النظر على مواقفنا، المشكل ماشي في الاختلاف او في التعبير على هذا الاختلاف، المشكل في ان النقاش ما يكونش، وان النقاش عندما يكون خصو يكون باشكال حضاريه وباشكال مؤطره باخلاق وبقيم، ماشي بسعيد من قبل اي كان الى سوين الاخر او الى سفيره الى نعته بمختلف النعوت فقط لانه عبر عن افكار مختلفه. اذا في هذا الفضاء اريد انني نحيي هذه المبادره لاقول بانه مع الاسف وبشكل، وهذا اول ملاحظه غنوجهها بالنسبه لي لمنتصف هذه الولايه ديال هذه الحكومه. احنا اليوم امامنا حكومه، ويتعين اننا نفهموا بانه ما يجري ولا يجري عنده أسبابه السياسية، بمعنى أنه من يقوم بشكل اليوم يعني غير مفهوم في الواقع بإطلاق جميع أنواع الانتقادات على كل المشهد السياسي دون تمييز وبما في ذلك الحكومة، خصو يعرف يميز بعد البداية، لأن هناك مفروض أن هناك حكومة تتخذ قرارات بالنسبة لما يجري في البلاد. هذه الحكومة أول شيء اللي من الضروري أننا نتفق عليه، وما يمكنش شي واحد يجادل فيه، ستلاحظون أنني غنحاول نكون خير فيما أقوله. أول شيء الذي يتعين إحنا بعد سنتين ونصف هي أن هذه حكومة اللي ما كديرش السياسة، يعني السياسة بالمفهوم ديال الديمقراطية والحريات وضعية الأحزاب وضعية الفضاء السياسي والقرارات، هادشي قولوا لي كاين شي وزير من هاد الوزراء منذ عامين ونص تكلم في هاد المواضيع، تكلم فيهم من رئيس الحكومة إلى باقي الوزراء، هذه المواضيع كيهربوا منها ما باغينش يناقشوا، وضعية الديمقراطية وضعية الحريات المؤسسات المنتخبة والقضايا ديال الأحزاب والعمل ديالهم إلى غير ذلك، ما يخرج فقط هو واحد النوع ديال يعني المضي قدما بواحد الشكل اللي هو خطير، أنه كنزيدو نغرقو الموجود، بمعنى حتى التقارير بما لا يعني ان ما كاينش فساد في الفضاء السياسي، لكن ما كنتكلموا على الفضاء عن الفساد وكانه كيعني الفضاء السياسي فقط، وما كنتكلموش كما يجب على الفساد الصيغه ديالو العامه اللي موجود في الاداره وموجود في الاداره الترابيه وموجود في المؤسسات العموميه وموجود في مستويات مختلفه. فهناك تقارير سبحان الله العظيم، والإخوة الأعزاء ديال الصحافة بالطبع كيبدو في ذلك، لأنهم عندما يجدون بأن هناك تقارير اللي كتمس المنتخبين، دابا شي منتخب من أصل ما يناهز 30,000 منتخب كاينين عدد منهم فاسدين، أنا معاكم كاين بزاف الفاسدين خاصة من بعد الانتخابات الأخيرة، بزاف كثروا الفاسدين وفتحوا الباب للفاسدين بواحد الشكل لا يتصور، والأغلبية الساحقة ديال الناس اللي اليوم كيسيروا لا موجودين في البرلمان ولا أنهم موجودين في مجالس منتخبة جهات أو أقاليم أو محليين، فعلا كاين فيهم الهضرة، لأنه من أجل الوصول إلى أهداف معينة الانتخابات الأخيرة استعملت فيها فلوس بشكل قوي باش نوصلوا لهذه النتيجة، وهذه النتيجة يتعين التنبيه إليها، لأنه بقدر ما سنغرق المؤسسات المنتخبة بعناصر فاسدة بقدر ما كنخرو الدولة المغربية، كنخروها، وغدا في 2026 إلى بقينا غاديين هكذا ونبهنا هذه الحكومة إلى هذه الأمور، قلنا لهم إياكم ثم إياكم، أنتم كتشوفوا القضايا الرائجة أمام المحاكم، إحنا ولينا في التجارة في المخدرات وفي غير ذلك من الأمور، وهذا الشيء غير ما هو ظاهر،
أما الخفي الله أعلم فين وصل. فبالتالي لولت عندنا الفضاء السياسي منخور بهذه الطريقة، ومنه غنشكلوا المجالس المنتخبة، ومنه غنشكلوا جماعة ومجلس إقليمي ومجلس جهوي والبرلمان، ومن البرلمان انطلاقا من الأغلبية غنشكلوا حكومة حذاري حذاري يتعين أننا نذكر ناقوس الخط. لما كنبهم إلى ذلك هذو غايبين، يعني بالنسبة لهم هذه أمور ما باغينش يقربوها. كيف يمكن أن نحصن هذا الفضاء السياسي بقوانين بإجراءات من هذه العناصر الفاسدة اللي كتشكل خطر على المجتمع؟ هذا نقاش هو مغيب منه. نقاش الحريات الجماعية والفردية ما كيتكلموش فيه. المدونة ديال الأسرة، لاحظوا معايا، واش كحكومة أو حتى كأحزاب مكونة للحكومة، واش أنهم، وهذا الشيء كنحاول نكون موضوعي، واش كانوا في طليعة من يناقش المواقف إن كانت لهم مواقف على هذا المسألة؟ عندهم جابوا مذكرات، لكن مفروض أنهم هما كاين مشروع ملكي كبير ديال مراجعة مدونة الأسرة بعد مرور 20 سنة على المراجعة الأولى. مشروع كبير هذا، واش سمعنا هذه الحكومة؟ واش ناقشات؟ واش الأحزاب المكونة لها كانت في طليعة النقاش حول هذه القضية؟ قضية اللي هي مجتمعية أساسية غتحدد المسار ديال مجتمعنا بالنسبة لعقود. ترون كيف أنهم كل هذه المواضيع القيمية السياسية مرتبطة بالحرية، مرتبطة بالمساواة، مرتبطة بأمور اللي هي منصوص عليها في الدستور، هم غايبين منها، ويقولون بأنهم حكومة سياسية. تذكروا أنهم في البداية قالوا لنا إحنا حكومة سياسية قوية عندها 5 مليون ديال الأصوات. هذا الكلام ديالهم وديال رئيس الحكومة، عندهم 5 مليون ديال الأصوات، وبالتالي أول مرة كنشكلوا حكومة فعلا ثلاثة الأحزاب، وهذه الحكومة غتكون قادرة على مباشرة الإصلاح. لما انتقدناهم بعد ما دازت 3 شهور 4 شهور 5 شهور قالوا لنا إحنا عاد بدينا، وإذا بس عيب عليكم تقولوا لنا عاد بدينا، راه عامين ونص ديالك بديتوا، هذو مسكين ونص، دابا خصنا نهضروا معاكم ونثيروا الانتباه ديالكم، عملتي أمور طيبة. ننطلقوا بداية من كون أنه الأرضية خلافا لما تقوله هذه الحكومة، الأرضية كانت مناسبة بعد تفادي، وما غنزيدش نطول على القضايا السياسية. الأرضية كانت مناسبة علاش؟ لأنكم لما جيتيو بدأنا الخروج من الكوفيد، ما كناش مازال في الكوفيد، بمعنى أنكم جيتيو في مرحلة ديال ماشي انتقالية، مرحلة ديال الانطلاق الجديد، الغلوص. العالم كله يوجد في مرحلة اللي غتعطى فيه انطلاق جديد للآلة الاقتصادية والإنتاجية العالمية، وبالتالي المغربية هي جيتي من بعد الكوفيد، اللي تحمل الكوفيد أساسا هي الحكومة اللي قبل منها، أنتم جيتي من بعد الكوفيد. هذا المسألة الأولى. حكومة عندكم الأغلبية في كل الأجهزة المطلقة اللي بغيتوا تدوزوه تدوزوه، عندكم في البرلمان في الغرفتين، عندكم في المجالس الجهوية كاملة كاملة بدون استثناء وزعتيهم بيناتكم، وعندكم في جميع المجالس الإقليمية الأساسية والمجالس المدن، الرباط ديالهم، الدار البيضاء ديالهم، مكناس ديالهم، فاس ديالهم، مراكش ديالهم، أكادير ديالهم، تطوان ديالهم، طنجة ديالهم، وجدة ديالهم، ما كاينش شي مدينة كبيرة أو متوسطة ما ديالهمش، يعني عندكم السواد كاملين باش حقيقة تمكنوا أنكم تبرروا هذا الإصلاح، لأسباب مرتبطة ربما حتى بالأزمة بنفسها سيعود للموضوع، وحتى بغلاء المعيشة. المداخل الجبائية لهذه الحكومة في السنتين الأولى والثانية ديالها عمرنا ما وصلنا لها من قبل، خاصة
فيما يرتبط بالضريبة على القيمة المضافة، بالمداخيل اللي جاية على الرسم الداخلي على الاستهلاك أو غير أو المداخيل ديال الجمارك، إضافة إلى مداخل أخرى مرتبطة بضريبة على الدخل أو ضريبة على الشركات أو غير ذلك. بمعنى عندكم إمكانيات مالية وفرت لكم، ومن يشك في ذلك هو يكفي أننا نوضعه أمام الأرقام الخيالية اللي والمبالغ الخيالية اللي كتعلن عليها هذه الحكومة كلما قامت بإصلاحات، بما لا يعني أن هذه المبالغ رجع لهذا الأمر ولو بسرعة تصرف فعلا. أزيد من 50 مليار درهم سنويا تغطية اجتماعية، 10 مليار ديال درهم السكن، ملايير ديال الدراهم أخرى في عدد من الأوراش اللي عنات عليهم هذه الحكومة. الواحد كيتساءل حقيقة من أين تأتي هذه، بمعنى أن هناك مداخل ومداخل كبيرة، الشيء الدال على أنه فعلا هناك تحسن قبل أنهم يجيو، مع العلم أنهم كاين فيه مسألة أساسية، كاين فيه كل فائدة فيما سبق الحكومة ديالهم، والحال أنهم كانوا موجودين فيها وغارقين فيها. شغل كانوا موجودين فيها، كانوا موجودين فيها وغارقين فيها، خاصة بالنسبة للحزب اللي كيسير هذه الحكومة أي التجمع الوطني الأحرار. التجمع الوطني الأحرار كيتبرأ تماما من أي عمل اللي دار من قبل، بأنه كله فاشل، كله ما يصلحش، كله يعني فاسد. ولكن المشكل هو أنهم يعني كيفاش يمكن لكم تكذبوا على المغاربة؟ عندكم وزارة المالية والاقتصاد، كانت عندكم وزارة الصناعة، كانت عندكم وزارة الفلاحة، كانت عندكم وزارة السياحة، كانت زعما. وانا شاهد على هذا الامر لاني كنت معاهم في الحكومات الى حدود 2018، وعارفهم اشنو داروا وشنو ما داروش، وكان عندهم دور اساسي لان كانوا شادين القطاعات الاستراتيجيه. فكيفاش انكم تقولوا بانما هذه التجارب خاصه ديال 10 سنين اللي قبل منكم كانت كلها فاشله؟ اذا كانت فاشله اذا انتوا فشلتوا، يعني شويه ديال المنطق لما تكلموا مع المغاربة بهذه الطريقة. حنا أي واحد فيكم يمكن له يقول لي أستاذ نبيل أنت راه براسك كنت في هذه الحكومة، غنقول لكم إيه، ونتحمل في هذه الحكومة الإيجابي والسلبي، اللي دار دار واللي ما دارش ما دارش. وخا ما كانش عندنا عدد الوزراء وماشي حنا اللي مسيرين على الحكومة أكثر من غيرنا أو كذا، ولكن بعدا نتحملوا من باب اللياقة من باب الأخلاق، الواحد يكون معترف بما قام به، ماشي مهدي المنتظر. رحنا جينا وعاد غنبنيو من جديد، راه المغرب قبل منكم وقبل ما تكون هذه الحكومه راه الحمد لله عنده عقود ديال الاصلاح وديال الانجازات، خاصه في 20 سنة الاخيره في اطار عهد الجديد ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس، معروف ذلك. وهذا الشيء ناتج على تراكمات، اعترفوا بعدا بهذه التراكمات، راه ماشي انتم اللي جايين كده. هذه الحكومة عندها واحد العدد ديال المرجعيات لقاتهم جاهزة للإصلاح، جاهزة استغلت الأمور. نعطيو نماذج على ذلك، نموذج أنه ورقة مطروحة خصهم غير يبلوروها، خداوها كمرجع هما، خداوها في البداية وحل القضية ديال السياسة. لاحظوا معايا، منذ أن أعلنوا في التصريح الحكومي ديالهم في أكتوبر 20 أكتوبر أعتقد من السنة من 2021، منذ أنهم أعلنوا على التصريح الحكومي ديالهم قالوا النموذج التنموي هو المرجع الأساس ديالنا، منذ ذلك الحين ما بقى حتى شي واحد فيهم باقي كيقول النموذج التنموي، مشى النموذج توضع في الرفوف.
الوقت اللي النموذج التنموي في واحد العدد ديال الامور كيوضع اليد على الاخفاقات الاساسيه ديال المغرب وعلى المكامن ديال الضعف في الموجوده وعلى القضايا ديال الفساد والرشوه وسوء التسيير والحكمه غير جيده وغير ذلك من الامور وكيطرح الحلول. ما بقاوش يتكلموا عليه، علاش؟ لانه يذهب في غير التوجه اللي هما ساهرين عليه اليوم، والاهداف ديالو كبيرة مقارنة مع القدرات الحقيقية ديال هذه الحكومة. إذا لقاو النموذج التنموي ها هو ما بقاوش، لقاو قدامهم القانون الإطار ديال الحماية الاجتماعية، كيتكلموا معنا وكأنهم هما اللي داروا الحماية الاجتماعية. غير باش تكونوا عارفين خاصة الشباب، الحماية الاجتماعية المشروع ديالها بدا مع الحكومة ديال عبد الرحمن اليوسفي. هذه 23 عام والمشروع ديال الحماية الاجتماعية كيتبنى خطوة خطوة. شويه ديال اللياقه السياسيه باش تقولوا هادوك داروا، جاو اللي من بعد منهم ديال جطو داروا، جا السي عباس الفاسي بحكومته عاود داروا، جا السي عبد الاله عاود زاد واحد شويه، جا السي العثماني عاود دار واحد شويه، حنا جالسين كنكملوا الان. لان ماشي مشروع سهل تغطيه اجتماعيه باش المغاربه كلهم يكون عندهم مدخول ودخل ويكونوا مغطيين، خاصة بالنسبة لعلاجهم ولكن أيضا بالنسبة لحمايتهم الاجتماعية في مختلف المستويات. هذا ماشي مشروع كيدار هكذا بشهر القانون، لكن القانون الإطار راه كينزل. ماشي عاد جيتو نتوما درتيهم بقوانين أخرى اللي دارتو من قبل. القانون الإطار ديال إصلاح الضرائب موجود، داز في الحكومة السابقة ما نفذوا منه ولو هكذا لحد الان. مزيان نذكرهم بهذا الشيء، هذا الاصلاح الضريبي اللي هو اساسي من اجل توسيع و عمومي وكذا، ما دارتش خطوه على هذا اذا هانتم عندكم واحد الارضيه انا قدمت لكم بانهم هذا الشيء اللي كان امامكم. شنو قالوا لنا باش ما نطولش عليكم بزاف؟ شنو قالوا لنا في بداية مسارهم؟ شنو قالوا لنا في التصريح الحكومي؟ شنو الفرق في الزمات؟ يمكن نطلب 1.3% في 2022، 3.4% في 2023، والأرقام فيها تضارب بين مختلف المصادر، و 3.7% فرضية اللي جايبين هما في 2024. الواد فينانس هذه اللي جابوه يقولوا 3.7% إلى وصلوا لها ما أعلنت عنه بنك المغرب وما يتم الإعلان عنه من قبل المندوبية السامية يسيروا في اتجاه آخر، خاصة مع جفاف ومع المشاكل ديال التخصصات اليمينة. هذا هو الالتزام الأول، هذا الشيء اللي قالوا لنا. خداو التزام ثاني، قال لك حنا غنديروا إحداث مليون منصب شغل. ملي هضرنا معاهم المرة الأولى قال لك لا 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 هو خمس سنين، كاين مشكل خمس سنين حنا كنزينو معاكم. داز السنة الأولى سقطوا فيها عشرات الآلاف ديال المنصب، داز السنة الثانية سي بي أكثر، خاصة في العالم القروي وفي العالم الفلاحي. وعلاش غنشرح لكم العالم الفلاحي؟ لأن هذه الحكومة كتباهى بالإنجازات الفلاحية، نرجع لها. وهذه الإنجازات الفلاحية التي يتعين أن تدخل في إطار الخطاب الملكي، خطب ملكية كثيرة حول القطاع الفلاحي والعنايات العالم القروي، لكن أساسا حول ضرورة إحداث فئة وسطى في العالم القروي، وهذه من المرجعيات التي تأخذها كذلك. فين هم من هذا الشيء؟ مناصب ديال الشغل كتفقد اساسا في العالم القروي وفي الفلاحه، وكتفقد اكثر، وهذا هو الطامه الكبرى في الواقع، التاثيرات الاجتماعيه المباشره القروي والفلاحه، التاثيرات على المسلسل التنموي موجوده اساسا في الصناعه، وفي الصناعه جميع ما تم لحد الان
بأرقام يكفي الرجوع إلى آخر تقرير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللي كيقول بأنه الصناعة لم تستطع لحد الآن أنها يكون عندها رصيد إيجابي في إحداث مناصب الشغل. أنتم كتقولوا لنا الاستثمار الجمهورية وكتقولوا لنا المجهود الاستثماري الهائل اللي غيدار عمليا حتى الصناعة تعاني من هذا الأمر. فينا هي مليون منصب شغل، ماشي أنتم غير قربتيهم من المليون أو قربتيهم من النص ديالو، أنتم كتفقدوا المناصب ديال الشغل. بمعنى البطالة ارتفعت لتتجاوز 13 مليار من السكينة النشيطة ديالهم. الالتزام الثالث هو أنهم نسبة النشاط ديال النساء اللي كيخدموا أنه يترفع باش يوصل إلى 31%. لحد الآن هذه النسبة مازالت تحت 20%، 19% بالضبط، يعني ما تقدموش فيها أبدا. هذا الالتزام الثالث ديالهم. الالتزام الرابع ديالهم أنهم يفعلوا الحماية الاجتماعية. الناس العليا وقفوا واحد شوية، مزيان نفعلوا الحماية الاجتماعية، مزيان هذا الجهود إضافي تبدا للناس باش يدوزوا من الرماد للامور والفئات المختلفة اللي تم تسجيلها وغير ذلك، والأعداد الهائلة اللي كيتم إعلانها. بداية وهذه من داخل الجسم المكلف بهذه التغطية الاجتماعية اللي كيتبجحوا بها اليوم، بداية عدد من الفئات اللي تم تسجيلها غير قادرة على أداء الاشتراك، ما كتأديش اليوم، والنسبة النسب ديال أداء الاشتراك دالة على ذلك، من عدد الفئات ما قادينش، إما ما نخرطوش بحال فئات حرة مختلفة، ما نخرطوش يعني في عملية، إما الناس ما عندهاش، كندوزو الناس من الرماد اللي ما كانوا كيخلصوا فيه والو، كندوزوهم للامو شكلا، ولكن خصهم يخلصوا اشتراكات وما عندهم فاش يخلصوا اشتراكات. حسب بعض الارقام يمكن هذا الامر يصل الى 3 مليون ديال المغاربه اللي في هذه الحاله. ها هو مشكل كبير، كتقولوا لنا تعميم، اش من تعميم؟ المشكل الثاني بارقام رسميه، 86% من الموارد المخصصة للتغطية الاجتماعية كتمشي للمساحات الخصوصية. تبارك الله والصلاة على النبي. إذا شفتيو سمحوا لي على النور أخا هو شوية سيد رمضان، ولكن بغض الله ولات عندنا المساحات بحال الحلبات، يعني ما تمشي في شي شارع خاصة في المدن الأساسية كتلقى مساحة مبعاتة. علاش؟ لأن كاين الهمزة، لأن كاين الأموال. منين كتجي؟ من التغطية الاجتماعية، وهناك تحويل حقيقي اليوم ديال الأغراض ديال التغطية الاجتماعية. التغطية الاجتماعية هي شنو؟ هي نعطيو الإمكانية لجميع المغاربة اللي من 18 عام للفوق أنهم لا مرضوا ولا لو عندهم شي مشكل في حياتهم يكونوا مغطيين. هذه هي التغطية. أخ. ولكن شريطات أن يكون واحد العرض صحي، بمعنى مستشفى قادر على أنه يحفظ من هذا المغاربة، وأساسا مستشفى عمومي إضافة هذه عجيبة إلى أنه يبيعوا الحيوض، وربما من بعد غير هذاك الشيء اللي داخل. فعوض من الناس مزيان، ما نكروش ما نقولوش عاوتاني ما دارين والو، راه كيبنيو ها المستشفى الجامعي ديال الرشيدية، ها المستشفى الجامعي ديال العيون، ديال كادير هو كيتسالى واخا تبدا مع الحكومة السابقة إلى غير ذلك، في إطار التراكمات ديال الرباط اللي كيتعاود، مستشفيات جهوية كتعاود كتبنى من جديد، مستشفيات إقليمية. المجهود على مستوى البنيات موجود، على مستوى التجهيزات موجود، أما الكبرى موجودة في الموارد البشرية، إما أنها غير موجودة، إما أن جزء كبير منها يحول الآن شكلا أو في العموم، لكن عمليا هو يشتغل أكثر في القطاع الخصوصي أو يهاجر. هذا هو الواقع. لو بغينا نتكلموا على
أين نحن من تغطية الشمال؟ وما يأتي مخيف. كان جيو في وسط التغطية الاجتماعية كنقول الدعم الاجتماعي بالمناسبة، وأنا شاهد على ذلك باش ما نبقاش. أنا حاضر له هذا الشيء. عشت في حكومات اللي لما جينا كنناقشوا مع عبد الإله بن كيران وحنا أصحاب هذه الفكرة. لأن جا عبد الإله بن كيران قال لك خصنا من ضمن الأمور اللي خصنا نديرو ما يمكنش الدولة تبقى منهكة بصندوق المقص. راه طرحوا لي سؤال على البوطة. قلنا له طيب، حنا كان عندنا نقاش داخل الحيط لأن بحكم التوجه ديالنا الاجتماعي الاشتراكي إلى غير ذلك، الدفاع عن الفئات المستضعفة، قلنا أتونسيون القضية فيها إن خصنا نحميو. باش نحميو قلنا شريطة أن يكون هناك التزام بأنه الإصلاح حتى إلا أدى شي زيادات في بعض المواد أن تكون هناك دعم اجتماعي مباشر. كنا أنا ذاك حنا كنتكلموا على الدخل الأدنى ديال الكرامة، أن غوفوني مينيموم دو دينيتي. حنا قبلها الفكرة، بينما نشوفوا كيفاش نوفروا للمغاربة هذا الغوفوني. اعترضوا بصريح العبارة وفي اجتماعات حكومية اعترضوا على أن يكون الدخل الأدنى المخصص للفئات المعوزة. علاش؟ باش ما تكونش الحكومة اللي من كيران هي اللي الدفاعية السياسية ديال ذلك بوضع. ومن بعد كيجيو يديرو طيب أنتم جيتيو درتيو أنتم اعتديتيو من بعد ما اعترضتيو عليه اعترضتيو عليه، لكن الآن شنو وقع؟ هذا الدعم الاجتماعي شو وقع بالضبط؟ قالوا لنا غنعطيو وغيستافدوا منه هذا الشيء اللي تقالنا رسميا. حنا جمعونا ك امناء عامين ديال احزاب المعارضه وتلاقينا مع رئيس الحكومه وقالنا الهدف ديالنا هو 4 مليون ديال المغاربه هما اللي غيتعناو هما اللي غير مشمولين بلامو هما اللي غيستافدوا. قلنا طيب عطاونا ديك العقل. اولا انا اطالب من هذا المنبر هذه الحكومه الى ان تعلننا عن المبالغ الماليه الحقيقيه التي صرفت، لان كيتقال لنا 25 مليار درهم اللي غتمشي السنه الاولى. يمكن لي نقول لكم بانهم بعاد على 25، سو سون دي زيفي دانونس كيعنوا على مبالغ وما كيوصلوهاش وما بعاد عليها. دليل على ذلك حسب احسن الارقام اللي عطاو قال لك 1,800,000 واحد هما اللي استفدوا اليوم من الدعم الاجتماعي. فين مشاو 2,200,000 ديال الناس؟ فين راهم؟ بما لذلك من اثار ومن تصرفات غريبه اللي كتجعل بانه اللي كياخذ هذا الدعم كيولي ملزم بالاشتراك في لامو، فبالتالي ديك الاشتراك ديال لامو كيدي له النص ديال داك الشيء اللي كيشد. ها هي التغطية الاجتماعية، ها هو الدعم الاجتماعي كما هو ممارس اليوم. باش مابقاوش الهضرة بزاف وحنا قمنا وحنا عممنا وحنا درنا الدعم الاجتماعي وحنا درنا واحد العدد ديال القمر، هذا بإيجاز. إخراج 1,000,000 أسرة من الفقر التزامهم هذا، غيخرجوا 1,000,000 أسرة من الفقر. الأرقام ديال المندوبيه الساميه ديال التخطيط كتقول بينما العكس اللي حصل هو بمئات الالاف ديال الناس وديال الاسر اللي سقطات في الفقر ولات تحت عتبه الفقر، خاصه من بعداش من بعد الغلاء ديال المعيشه اللي عرفناه في غضون السنه الماضيه ونسبيا ارتفعت رمضان راه كاين هذا الشيء. ولما كنا امام هذاك الغلاء ديال المعيشه ما بغاش رفضوا جميع الاقتراحات اللي قدمنا لهم. وتتذكرون رسالة مفتوحة صيفطناها لرئيس الحكومة فيها 10 ديال المقترحات، منها أنهم يحيدوا مؤقتا الضريبة على القيمة. هادشي اللي قلنا لهم بعدا باش نقول لكم، راه حنا ماشي مسطين ماشي مشيرين كنضربوا بالعشرة. هادشي اللي كان غنقول لكم كامل تفعل عملوه دول أوروبية مسؤولة
مثل إسبانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وغيرها من الدول في المدة ديال الكوفيد باش يخفوا الوطأة على المواطنين ديالهم، يحيدوا التيفيا، يحيدوا الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لبعض المواد مؤقتا، يراجعوا الرصد الداخلي على الاستهلاك لاتيك بالنسبة لبعض المواد، يراجعوا المداخل الجمركية والرسوم الجمركية بالنسبة لبعض المواد اللي هي أساسية، يحاربوا تضارب المصالح خاصة في القطاع ديال المحروقات. هذه المقصنا المحروقات وانا لقيت الامور قصنا المحروقات لا فلاحة، لا قصتي المحروقات والفلاحة كتكون لي خير. اذا راجعوا يعني عاود شوفوا السوق ديال المحروقات، لان المداخل الخيالية اللي اليوم مثبتة بالرغم من التقرير المحتشم ديال المجلس ديال المنافسة، اليوم ثابت ان هناك تضارب ديال المصالح و مداخل غير مشروعة، ماشي كلا ميرا تصلوا عقوب لمجلس المنافسة، واضح فيه هذا الشيء اليوم ثابت. قلنا لهم الله يهديكم هذا الشيء راه ماشي معقول اخر بزاف هذا الشيء، وبارك اللي خدا شي حاجة داكور، ولكن شوية ربي وشوية لعندو ما الصمت المطلق. الدعم المباشر اللي عاد نضو داروه وانا نحطو وقلنا لهم عاودوا شغلوا لنا ديك لاسامير، لان راه الا ما شغلتيوش لاسامير راه ما يمكنش المغرب يكون عنده الامن الطاقي ديالو، ما يمكنش يتحكم في السوق ديال المحروقات بالنسبه لبلادنا ويدير واحد التوازن اللي خصو من الضروري انه يديرو، باش كلهم مابغاوش يسمعوا به ولا كانوا مستعدين انهم يسمعوا به ولا عملوا به، عملوا في حاجه واحده بقاو شادين فيها الى اليوم، دعم ديال الناقلين لي ترونسبورتور. كتعرفو شنو كينقلو هاد الناقلين؟ كينقلو جوج الامور اساسا، المواد الفلاحية والمحروقة. سبحان الله يا حماية وتوسيع الطبقة الوسطى، الطبقة الوسطى اعطيناكم الان بالارقام وبالبيان لانه عوض ما قوة الطبقة الوسطى جالسين كنفقروها وكنهبطوها للفقر. هذو الطبقة الوسطى اللي كنتكلموا عليها اللي هي اساسية بالنسبة للتوازنات الاساسية ديال البلاد وديال المجتمع، هما جالسين كيفقروا فيها كذلك. خداو التزام كذلك بانهم يراجعوا الفوارق المجالية والفوارق الطبقية. لحد الان يكفي انكم تكلموا مع بعض الجهات في الفوارق المجاليه، سيروا تكلموا مع واحد العدد ديال الجهات ويقول لكم احنا لحد الان ما بقيناش حنا والو، حنا راه لاباس علينا هنا جالسين في الرباط وفي الدار البيضاء وفي الدار كنشوفوا شويه ديال كيرشنا شويه داك الشيء، ولكن راه اللي في درعات الهلال واللي في واد نون واللي في بني ملال خنيفره وغير ذلك من راه هاد المستوى التنموي اللي كنعرفوه راه ماشي هو المستوى اللي عايشين فيه هذه الجهات. اما الفئات والطبقات فراني تكلمت عليها، لا داعي انني نزيد. حتى قالوا بانهم ما قبل الاخير قالوا بانهم غيجعلوا المغرب يدخل ضمن احسن 60 دوله فيما يتعلق بالمنظومة التربوية. راكم عرفتي واش وقع في المجال التربوي، عرفتي الأزمة اللي كنا فيها، هادو راه التزاماتهم ماشي أنا اللي كنفتري عليهم، هادو خارجين من صريح الحكومي ديالهم وهما خصوها على أساس لي ديزونكاجمون دو سو غوفرنمون، داكشي ديال التواصل داكوغ لي ديزونكاجمون، ها لي ديزونكاجمون اللي خدام و راه باين النتيجه اليوم على المستوى التربوي، وان كنا ندعم كثير من الاصلاحات اللي حصلت اليوم. ونتكلم شويه على واحد الجانب اخر هو التفعيل ديال الامازيغيه. تفعيل الامازيغيه جعلوا منه هدف اساسي في هذه ديزونجاجمون. هذه ديزونجاجمون قالوا بانه هما
يخلقوا واحد صندوق خاص لدعم الأمازيغية والبروره ديالها على ارض الواقع. وهذا الصندوق الخاص غيكون فيه مليار درهم. شحال صرفوا لحد اليوم الان من مليار درهم بعد مرور سنتين ونص؟ شحال؟ 49 مليون درهم. هادشي اللي صرفوا لحد هاد الصندوق ديال دعم الامازيغ، بمعنى انهم بعاد تمام البعد ويكفي ان نرى ما يجري مستوى التعليمي الثقافي الحكيم الى غير ذلك باش نشوفوا بانما احنا مازال عاد من هذا الصعوبات، ربما مشاكل كثيره مطروحه ربما. لذلك اللي بغيت ناكد عليه باش نختم هو ان امام هذا الوضع بهذه الحده وامام ما يعرفه المغرب من تاثيرات سلبيه خاصه مشكل الجفاف. المشكل هناك ثلاثه ديال التحديات الاساسيه، اربعه باش حنا نعرفوا حنا رجال دوله وكنفهموا. كاين المشكل التحدي الامني العام، تحدي كبير حنا فاهمينه باش المغرب يبقى واقف على رجليه ويدافع على راسو في صحراءو مع جيرانو في محيطو الى غير ذلك. تحدي مزيان نبقاو، ولكن باش نكونوا قويين في التحدي خص الجبهه الداخليه ديالنا تكون متينه، تكون قويه، قويه سياسيا وقويه اقتصاديا وقويه اجتماعيا وقويه حقوقيا وقويه ثقافيا. المشكل الثاني اللي عندنا اللي هو اساسي هو الامن النائي. احنا عشنا غير واحد راه باقي غنعيشو، الله يحفظو لي كيما زاد، كي غير دوزنا واحد ثلاثة د الاسابيع ولا اربعة راه كلنا تفافينا، ما شفناش الشتا ما كاينينش، بدينا كيبان لنا بانما ربما غنلقاو ما نشربو. في الوقت اللي هذا المشكل موجود وجميع الاخصائيين يقولون ذلك ويقولون بانه ما يزيد على 86% من المخزون المائي ديالنا كيمشي في الفلاحه. واش من فلاحه ديال التصدير، ماشي الفلاحه المعيشيه، ماشي الفلاحه ديال الحبوب، ماشي الفلاحه ديال المواد اللي غتامننا التحدي الثالث اللي غنجيلو اللي هو الامن الغذائي. لا، كيمشيو في لافوكا والدلاح والفواكه الحمراء الفري غوج وعدد من المواد الاستوائيه او الزراعات الاستوائيه ايكواتوريال اللي هما لا علاقه لهم بالمغرب. داكور. ومع ذلك فاش في بيعات فلاحيه ديال 1000 كفار 2000 كفار 3000 كفار 4000 كفار مزيان، ولكن ما يمكنش نستهلكوا الماء كامل ونستهلكوا الماء المخزون الجوفي ديالنا وكذلك ونبقاو نسيلو الشتا بحال هكدا. راه هادشي اللي طاح راه خلاف داكشي اللي كيتقال بزاف 100% هنا 100%، راه هادوك 100% في بلاجات صغار، واحد فيهم اللي كبير شويه لانه وجود في الشمال شويه عمر، اما الشيء الاخر مثلا المسيره راه باقي فيه 8% كاين اللي باقي فيه غير 1%، بمعنى النسبه ديال الملء كامله من بعد هاد الشتا كامله هي ديال 27%. كنا 23% طلعنا 25% دابا طلعنا 27%، يعني لومبازمون وداك الشيء عاد ما نهضروش عليه. دونك بالتالي هاد الشيء هذا دال على انه يتعين تغيير المسار حتى باش نديرو الامن الغذائي ديالنا اللي هو التحدي التالي، خصنا نغيرو. ما يمكنش نبقاو عايشين وكاننا حنا بلاد بحال الكابون، الشتا عندنا همش ستة، مايمكنش. حنا بلد مصنف عالميا انه قاحل، بلاد قاحل او نصف قاحل، اغيك وسميت اغيك، وكنعانيو من الجفاف وربما غنعانيو من الجفاف اكثر حسب التقارير ديال الجياك اللي هي المجموعه العالميه
دولية التي تعنى بقضايا المناخ. حتى هادشي اللي كيديروا بما انك تكلمتي على التحلية المياه، حتى هادشي اللي كيدار ديال التحلية المياه في المخطط في الاهداف جزء منه كبير غيمشي حتى هو للفلاحة، تأمين الماء الصالح للشرب لكبريات المدن، لكن جزء منه غيمشي حتى هو للفلاحة، فكاديروا في دار البيضاء وفي غيرها، بمعنى كونتينيو، غنبقاو على نفس النهج، والخبراء من داخلهم من داخل الجسم الحكومي كيقول لهم راه هادشي لا ما صححناش المسار ولا ما هبطناش من الاستهلاك المائي في المجال الفلاحي، راه حنا غاديين للهلاك. وانا كنتكلم لكم الان على اخطر مشكل اللي جالسين كنعيشوه، شتي هادشي كله اللي قلت ليه الدواء، هادشي الا وصلنا له ما عندوش دواء، وما غيبقى قادو لا تحليه المياه ولا شي حاجه اخرى، ما عندوش دواء. فبالتالي ان تكون هناك مصالح مرتبطه بذلك، الله يعرض مريها النجاح والسلام كاين مشكل، ولكن راه الصحه ديال البلاد والصحه ديال الشعب هنا مطروح. لذلك من هذا المنطلق ونحن نسجل مع ذلك انهم كيحاولوا يديروا مجهودات في الاستثمار ومجهودات في مجالات اخرى، واليوم ها هو الهيدروجين الاخضر كنتمناو النجاح كذلك شريطه انه ما يكونش مؤثر على البيئة، ما عادش جينا لكل ما يمكن انهم يقولوا لنا وما يمكنش يقولوا لنا احنا ما درنا، لا درتيوه ما نقول لكم شنو كان درتيوه بعد، وحتى إذا كنتوا درتيوها بعدا حسنوا غير سياستكم التواصلية، لأن شتي أنا والله بكل صدق ونسالي معكم على هذه النغمة هذه بكل صدق، وزعما كيقولوا عليا رجل تواصل وكنفهم شوية في هذا الشيء وكذا، وبيقوت ما كتواصلوش انا براسي ما عرفتوش كديروا، عساك الشعب انا اللي مزعم حزب ما عرفتكمش كديروا لانكم ساكتين، لانكم ما كتهضروش، لانكم ما موجودينش، ما عرفناكمش حتى الا بغيتيو ديروا على الاقل خرجوا من التلفزيونات، سيروا للجامعات، ديروا ندوات مع الشباب مع الطلبه، فسروا ربيو طلب ديال الصحف اللي كتعيط لكم والمواقع كيعيطوا لكم باش تهضروا، اجيو هضروا قدامهم. اي والله يعطيكم السلامه، نتمنوا انهم هاد العامين ونص اللي جايين انهم يبدلوا شي حاجه، والا ما بدلوش غير يبدلونا حنا على حنا وغيرنا ربما نتمنوا لنا حكومات ومعارضه اخرى والواقع